بإشراف الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك، تم توزيع 320 قطعة أرض سكنية على عوائل الشهداء من ضحايا الإرهاب وسجناء سياسيين وموظفي وزارة البلديات والأشغال العامة في قضائي دوبز والحويجة وناحية الزاب، ليصل مجموع ما تم توزيع منذ عام 2011 في عموم أقضية ونواحي المحافظة إلى 1329 قطعة أرض سكنية. يشار خالد تابع تفاصيل الموضوع. بإشراف محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم، تم توزيع 320 قطعة أراضي سكنية لعوائل الشهداء وضحايا الإرهاب والجرحى والسجناء السياسيين وموظفي وزارة البلديات في دوبز والحويجة والزاب. وأوضح محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم أن أكثر من 1300 قطع أراضي سكنية قد وزعت لهذه المناطق خلال 3 سنوات، مؤكدا بأنه سيتم توزيع قطع أراضي لأقضية ونواحي أخرى تابعة إلى محافظة كركوك، إضافة إلى توزيع أراضي إلى الفقراء داخل مركز المدينة. وزعنا قسم من الأراضي في قضاء الحويجة وفي ناحية الزاب وناحية وقضاء دبس على عوائل الشهداء والسجناء السياسيين وكذلك الموظفين. إلى الآن تم توزيع أكثر من 1300 قطعة على هذه الشرائح في كركوك منذ 2011، وسوف نستمر بإفراز القطع، ونحن الآن في صدد تقطيع الأراضي المخصصة للفقراء وتعد بالآلاف في داخل مدينة كركوك، وكذلك نعمل على إجراء نفس العملية في النواحي المستحدثة جديدا وهي يايتشي وقرهنجير وشوان. بعد تحديد حدود النواحي سوف يتم توزيع الأراضي على الشرائح المذكورة في هذه المناطق أيضا. طبعا هاي خطوة جيدة، لأنه إذا الناس المحتاجين تخصص لهم أراضي ما يروحون يتجاوزون على أراضي أخرى بصورة عشوائية. المواطنون ومدراء بلديات دوبز والزاب والحويجة ثمنوا جهود الدكتور نجم الدين كريم لاهتمامه الدائم بالأقضية والنواحي وعدم التمييز بين منطقة وأخرى، مؤكدين استمرارهم بالعمل وفق توجيهات الدكتور نجم الدين كريم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين دون تمييز. قرعة توزيع الأراضي السكنية لشرائح شهداء الإرهاب وجرحى الإرهاب والسجناء السياسيين وموظفي وزارة البلديات والأشغال ومحققين عدليين وبعض الموظفين، وهذه تتم ضمن سلسلة اهتمام السيد المحافظ كركوك المحترم بتوزيع الأراضي للشرائح المهمة، وقد حث سيادته البلديات وبلدية الحويجة لتهيئة الأراضي الوجبة القادمة لتوزيعها على الفقراء والموظفين. إن هذه العملية تخدم شريعة الموظفين والمستحقين، ونشكر السيد المحافظ بأنه أعطى الوقت الثمين لنا حتى نقوم بهذه العملية، ونكرر شكرنا وتقديرنا إلى، وإن شاء الله نكون مستمرين في توزيع الأراضي للمستحقين مستقبلا إن شاء الله. السيد المحافظ على اهتمامه المتواصل بالموظفين والضحايا الشهداء والفقراء. 3 سنوات فقط كانت كفيلة من عمل الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين كافة والاهتمام بشرائح المجتمع وعلى كافة الصعد، ومنها توزيع الأراضي وشمول الشهداء والجرحى والسجناء السياسيين والفقراء وموظفي الدوائر في الأقضية والنواحي أسوة بمركز مدينة كركوك. يشار خالد، فضائية كركوك.